السلام مرحبا بكم في تيوس مرة أخرى. وفي فيديو جديد من فيديو نتاع لوجيسيال دو كونترول داكسي زد كابيو اكسس اي في اس. كيما قبل كملنا على حكينا على النيفو داكسي، دونك اليوم ان شاء الله مش نحكيو على الانترفيروج. دونك انا كيما تعرفوا الانترفيروج اللي هي الانتر لوك، الانتر لوك نقصدوا بها دونك سيستيم تاس. دونك هذه ديجا حكيت عليها قبل في الزد كاكسس 3.5، دونك انا نستحقوها برشا في لي لابوراتوار. دونك انا باغ اكزومبل الانتر لوك نقصدوا به، دونك يتحل باب، باب الثاني ما لازموش يتحل. دونك انا معناها الاكسي ما لازموش زوج بين يتحلوا ميم طون، يتحل ديما باب واحد برك. دونك انا كيما تشوفوا كي نكليك هنا انتر فيرياج، دونك انا نمشي نوفو، دونك انا مش نكليك سيليكسيون، مش خلي سيليكسيون البريفيرينغ بتاعنا، دونك سيليكسيوني السونترال حط اوكي. دونك انا جينيرالمون زاد حاجه باش نقول لكم الانتر لوك جينيرالمون تمشي كاشي في لي سونترال، خاطر السونترال هنا هي اللي تجري لي بورت الكل. ما نجموش نخدموا على لوتونوم، دونك انا السونترال بوسكي اللي تجري دو بورت ولا كاتر بورت، دونك انا نجمو نخدموا عليها هي الانتر فيرياج. دونك انا كيما شفتوا دونك البيبان نتاعي انا لي بورت مسمينه ماغازان اي تكنيك، دونك انا فما انترفيريوج اونتخ ماغازان اي تكنيك. دونك طلع لي لي دو بورت نتاعي. دونك لاند انا كنتذكروا فيزيت كاكسس 3.5 ما كانش طلع لك البورت انت لوك باسم البورت، دونك سيليكسيوني سونترال وطلع لك دونك اونتخ بورت 1 اي بورت 2 ولا بورت 2 اي بورت 3. دونك انا انت لازمك انا نعمل شيما وتعرف شنو هو البورت 1 والبورت 2، دونك في السونترال نتاعك شو مالك بيه، طلع لكش بسميم. دونك انا حاجه زاده افونتاجيو على زد كابيو اكسس، دونك طلع لك انا السيمي نتاع البيبان نتاعك ديرك. دونك انا كيما تشوفوا انترفيريوج اونتخ ماغازان اي تكنيك. دونك انا حاجه اخرى زاد مش نقولكم عليها، اذا نحكيو انتر لوك هنا لازمنا نركبو في البورت نتاعنا ان كونتاكت، دونك كونتاكت باش نعرفو الباب نتاعنا اللي تاعو محلول والا مسكر. دونك انا كي نكليك هنا ماجازا كيما شفتو انا، دونك شفتو انا حطيت الديب دو كابتور نتاعي تاع البورت فيرمي نورمالمون. دونك انا باش نزيد هنا باش نرجع للسيرفيونس طون ريال. دونك انا شفتو هنا البورت نتاعي اخضر، دونك انا هذايا انا ركبت عليه انا كونتاكت، والبورت هذايا انا مازلت ما ركبتش عليه كونتاكت. دونك انا نكون هنا باش نعدي الكارطه ونحط الباب نتاعي هذايا محلول. دونك انا شفت هناك ديجا ما ركبتش البورت هنا الكونتاكت ما قراش البورت هذا، دونك عمل لي انترفيروج. دونك انا لازمني نرجع للبورت، دونك نرجع للتكنيك. دونك انا مش نحط تيب دو كابتور، مش نحطو اوفري نورمالمون. دونك انا مش نخدم على لابسونس بوسك انا مانيش مركب ان كونتاكت. نرجع سيرفيونس طون ريال، نستناو شويه يقرا لي تاع البورت. دونك انا كيما شفتو دونك زوز بيبان عندي طلعوا لي تاع نتاعهم. دونك انا مش نادي الكارت، دونك نو كارت فوالا. دونك انا حل. دونك انا اون ميم طون كان ننزل بالبوطون على البورت الثاني، دونك انا مش طلع لنا ميساج انتغلوك. دونك شفتو هنا البورت تكنيك طلع لنا فيه انترفيريوج، دونك بوسك البورت نتاعنا محلول. دونك انا كيما تشوفوا مش بار اوبليغاسيون تعدي كارت، دونك حتى البوطون اللي نجم نخدم عليه على الانترفيريوج مش لازم نعمل حتى لوثنتيفيكاسيون. دونك هنا بار اكزومبل اذا باب هو محلول وجا شكون كليك على البوطون في السورتي تاع البورت الثاني ما يحلوش بوسك الباب الاول محلول. دونك انا كيما قلت لكم نرجع لكم للبورت. دونك هنا خدمنا على تيب دو كابتور، هنا فما حاجه اخرى هنا ديلي دو كابتور دو بورت. دونك هنا نقول الباب نتاعنا قاعد محلول وفوت ديلي 15 سكوند، هنا نجم نخدم عليها ان الارم ولا نجم نخدم عليها حتى في السورتي اوكس بعد نشوفوها زاد مع بعضنا لنا كونترول داكسي. دونك انا كيما قلت لكم مش كملوا نشوفوا الانترفيريوج والليزون، هنا نجم نعمل هنا لينكيج. دونك انا وقت اللي قاعد الباب محلول نجم نخدم على مرات تجيني نوتيفيكاسيون ولا اي حاجه، دونك انا بعد تشوفوها في لينكيج. دونك هذه كانت الفيديو نتاعنا للانترفيريوج اليوم، تابعونا في الفيديو القادمين ان شاء الله.